كما ستفتتح بعد قليل الجولة 16 من بطولة المحترف الأول بإجراء 5 مباريات، إذ سينتقل المتصدر وفاق سطيف إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، وعينه على النقاط 3 لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما سيكون صاحب المركز 3 أولمبي المديقة على موعد مع مباراة شبيبة القبائل الساعية بدورها لتأكيد نتيجة الجولة الماضية. أما نجم مجرى فسيسجل بتلمسان لمواجهة الوداد، وكله أمل على تحقيق الأهم للخروج من منطقة الخطر. البرنامج الكامل للجولة يأتيكم في الجدول الآتي.